من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، وها نحن وإياكم وحلقة جديدة وقراءة في التأريخ العصموي، في مشهد نعود به إلى زمن أئمتنا عليهم السلام، تحديدا إلى مصادق دخول الشيعة للجنة وفق كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فلنشاهد ونعود بالحكمة. الحمد لله يا أمي، الحمد لله. تفضل يا أخي. شكرا. الحمد لله. هنيئا يا أخي. ما رأيكم يا أمي، بما أن هناك متسعا من الوقت لصلاة الظهرين، أن أقص عليكم عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجل يا أخي، اروي لنا. إذن استمع. كلنا أذان صاغية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله معاشر الشيعة، فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم، فتنافسوا في درجاتها. عندما سأله أحد الجالسين في مجلسه: تقصد عما قاله للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هل يدخل جهنم أحد من محبيك أو محبي علي عليه السلام؟ نعم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قدر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشريعات، جاء يوم القيامة قذرا طفصا. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة أيضا؟ يقول محمد وعلي: يا فلان، أنت قذر طفص، لا تصلح لمرافقة الأخيار ولا لمعانقة الحور الحسان ولا الملائكة المقربين، لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا، أي ما عليك من ذنوب. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه، ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر أيضا ببعض ذنوبه، ثم يلتقطه من هنا من يبعثهم إليه من شيعتهم كما يلقط الطير الحب، ومنهم من يكون ذنوبه أقل وأخف فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرها من الآفات في الأبدان في الدنيا، ليتلى في قبره وهو طاهر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيئة فيشتد نزعه فيكفر به عنه، فإن بقي شيء وقويت عليه ويكون عليه بطر أو اضطراب في يوم موته
فيقل من بحضرته فيلحقه به الذل فيكفر عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن بقي عليه شيء أتي به، ولما يلحد فيتفرقون عنه فيطهر، فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من جهنم، وهؤلاء أشد محبين عذابا وأعظمهم ذنوبا. إن هؤلاء لا يسمون بشيعتنا، ولكن يسمون بمحبين وموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا أيضا. إنما شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. بعد صلاة الظهرين إن شاء الله سأقص لكم قصة أخرى عن سيدنا محمد وآل بيته الأكارم. لن أنسى يا أخي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالحفاظ على أوقات الصلاة. أحسنت. مشاهدينا الكرام، كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مكان ومقال يصف الشيعة المتبعين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويتحدث عن مراحل دخولهم للجنة لأنهم مع علي وحول علي. وفي ذات الوقت كان صلى الله عليه وآله وسلم يصف مراحل خلود غيرهم في النار، وإن الخلود ليس للشيعة، بل إن الشيعة يمرون بمراحل تصفية الذنوب ومراحل جزاء الذنوب، ثم يعودون إلى الجنة. مراحل، منها ما في الدنيا، ومنها ما بعد الدنيا، ومنها ما في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المشمولين بشفاعة الصديقة الزهراء. في أمان الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.